أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: لي طفل صغير غير مميز. يقول أحسن الله إليكم: لي طفل صغير غير مميز وألقنه القرآن، وأحيانا يترك بعض الآيات ولا ينطقها نطقا صحيحا، فماذا علي؟ هل أتركه بهذه الطريقة؟ أنت مخطئ في تعليمه، وهو ما ميز. اللي ما ميز ما يدري شيء، ماذا يقول؟ مثل الهذيان، اصبر لما يميز وتعلمه إن شاء الله بعد التمييز. نعم.